بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا في درسنا لهذا اليوم في مادة التاريخ ثاني إنساني نستكمل بقية دروس الوحدة الثانية. طبعا تعرفنا في الدرس السابق على اللي هو الخطوط العربية القديمة، منها الخط المسند والخط الفينيقي والأرامي والخط العربي وأيضا النبطي. تعرفنا على مجموعة من الخطوط وذكرنا أن الخط العربي يتفوق على هذه الخطوط ويعتبر من أهم وأشهر الخطوط في شبه الجزيرة العربية، لأنه نزل القرآن بهذا الخط العربي المميز. اليوم بإذن الله سوف نتعرف على درس جديد وهو أسواق العرب، الذي يعتبر من يعني العمق الحضاري الذي يدرس أو يعرف في المملكة العربية السعودية. الأغراض التي أقامت من أجلها الأسواق في الجزيرة العربية هي الحصول على البضائع والتمويل والتبادل التجاري ومعرفة الأخبار والمنافسة في الشعر والخطابة. هذه الأغراض التي أقيمت من أجلها الأسواق في الجزيرة العربية. إذن الغرض الأول هو الحصول على البضائع والتمويل، ثم التبادل التجاري، ثم معرفة الأخبار والحوادث والمنافسة في الشعر والخطابة. الآن سوف نتعرف على أسواق الجزيرة العربية قبل الإسلام. أول سوق راح نتعرف عليه هو دومة الجندل. دومة الجندل يقع أو يعقد هذا السوق في أوائل في ربيع الأول إلى منتصف الشهر، في ربيع الأول إلى منتصف الشهر، ويقع هذا السوق في الشمال في الجوف، في مدينة الجوف في شمال المملكة العربية السعودية، وله مكانة ثقافية واقتصادية قبل الإسلام. بعد ذلك سوق المشقر وسوق أيضا هجر تقع في شرق المملكة العربية السعودية في مدينة الأحساء. سوق المشقر يقام كل جماد الآخر، وتباع فيه السلع الأسلحة والمنسوجات واللولو، وأيضا سوق هجر الذي يقام أول ربيع الآخر، وتصل إليه البضائع من أماكن مختلفة ويعد من أشهر الأسواق القديمة. هذه بالنسبة لأسواق شرق الجزيرة العربية المشقر وهجر. السوق الآخر هو سوق بدر، ويقع في المدينة المنورة، ويعقد في الأول من ذي القعدة إلى الثامن منه، ويعتبر هذا الطريق طريق القوافل المتجهة من الشام إلى مكة المكرمة. السوق الذي يلي حباشة، هذا السوق يقع في الجنوب الغربي من المملكة العربية السعودية، وهو سوق جاهلي يعقد في أوائل شهر رجب ويستمر مدة 8 أيام، يتتابع الناس فيه ويتفاخرون بالأشعار. السوق المهم والذي يعتبر من أهم أسواق الجزيرة العربية هو سوق عكاظ الذي يقع في الطائف. سوق عكاظ الذي يقع في الطائف، لماذا يعتبر هذا السوق من أهم الأسواق في شبه الجزيرة العربية؟ لشموله على التجارة والأدب والسياسة، ويقام هذا السوق قبل موسم الحج. بعد ذلك عندي اللي هو سوق مجنة وسوق ذي مجاز، تقع هؤلاء السوقان في مكة المكرمة. فسوق ذي مجاز يعقد في الأيام 8 في الحج بالقرب من جبل عرفات في المشاعر المقدسة في مكة المكرمة، ويعقد من أول شهر في الحجة حتى اليوم الثامن قبل مناسك الحج. أما سوق مجنة فيقام آخر شهر ذي القعدة، ويقع في وادي فاطمة في مكة المكرمة. هذه بالنسبة للأسواق اللي هي العربية القديمة قبل الإسلام. مميزات هذه الأسواق أنها كانت تجذب كثير من سكان الشام ومصر والهند والعراق. أيضا تمثل مكانة حضارية، أيضا وسيلة اتصال بالشعوب والحضارات والأخرى خارج شبه الجزيرة العربية. إذا تجذب كثير من سكان الشام ومصر والهند والعراق، وتمثل مكانة حضارية، وتعتبر وسيلة اتصال بالشعوب الحضارية. إذا هذا كان محتوى درسنا لهذا اليوم، تعرفنا فيه على أسواق العرب في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، وعددنا الأسواق المشهورة في ذلك العهد، وتعرفنا على الغرض من هذه الأسواق ومميزات الأسواق في الجزيرة العربية قبل الإسلام. شكرا لكم، ونستكمل في الحصة القادمة بمشيئة الله.